السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير. اليوم عندنا قصة جديدة. وجدوا راسكم تسافروا معايا لعالم آخر، عالم غادي تذوقوا فيه الواقع المر. وكنتمنى قبل ما تسمعوا القصة، اللي باقي ما اشتركش في القناة يشترك، وما تنساوش تخليو تعاليق زوينة بحالكم. نبداو. كانت جالسة قدام المراية، دموعها حابسين فرموشها، ساهية في وجهها وفي نفس الوقت مركزة في عينيها. كل مرة كتنفس بالجهد وكتحاول تصبر راسها، كتشوف ذاك البريق اللي ديما كانت كتلاحظه في عينيها. كانت كتقول لراسها هاديك اللمعة البراءة عمرها ما غدا توسخ، ودابا متأكدة من هاد اللمعة وهاد البريق غادي يطفى من بعد ساعات قليلة. زفير قوي اضرب في وجهها خلاها تخرج من سهوتها وتشوف البنت اللي قدامها. البنت وهي معصبة قالت لها، واش غنعود ليك هاد الماكياج للمرة الثالثة؟ وبزاف عيقتي علينا، غير كدمعي بوحدك. سدات نور عينيها وقلباتهم، كتحاول تقوي راسها وما تبكيش، وخا قلبها كيبكي الدم في بلاصة الدموع. إلا كانت هنا في هاد البلاصة ومقبلة على هاد الخطوة، اللي متأكدة أنها غدا تقلب حياتها رأسا على عقب، غير حيت عندها ظروف أقوى منها. البنت نزلت هداك شي اللي في يدها وعيطات بصوت عالي، أمينة أمينة أختي، أجي هضري مع هادي، إلا ما باغاش ما تضيعش ليا وقتي وخدمتي. غير دقيقة وكانت جات أمينة، مرأة في أواخر الثلاثينات، كانت زوينة بزاف وكتبان في العشرينات. طايتها هي هادي، وشعرها كان طويل، خنزرات وطلعت حجبانها وشدات النور في وجهها ودوراته بنطرة، وهي تقول، شوفي هاديك بنت دارهم، راه دخول الحمام ماشي كيف خروجه، وانتي اصلا اللي اختاريتي هاد الطريق، انتي اللي جيتي عندي ماشي انا اللي جبتك هنا بالزز. حمرات فيها وقالت، ما تجيش حتى ما بقى والو وتخرجي وديري لينا ما باغياش وما قادراش. شدات ليها في كتفها بالجهد ودوراتها جهة المراية وقالت، انتي محتاجة هاد الفلوس، ما تنسايش الا ما بغيتيهمش اعطى الله اللي تجي في بلاستك. شهقات نور بالجهد وشافت في عينين امينة، باغت تراجع ولكن ما عندها حتى شي حل اخر. شنايفها بداو كيترعدوا وبخوف من الخطوة اللي غدا تدير من دابا ساعة. امينة علات حاجبها وهي تقول، واش غتوجدي راسك وتخرجي دابا ولا تنوضي في حالك ونجيب اللي تبلاصيك؟ هاد الشي سهل منه ما كاين. نهدت وتفكرات شحال هي محتاجة لهاد الفرصة، وتفكرات باللي ما عندها حتى شي حل اخر باش تفك المشكل اللي هي فيه، ما عندها اللي يعاونها ويعطيها الفلوس اللي خاصينها. مسحات نور دموعها وهي تقول، لا لا غدا نوجد، غير بلاتي انا غدا نغسل وجهي ودابا غدا نرجع، صافي عافاكي سمحي ليا. سكتات أمينة وهي كتطلعها من راسها حتى لرجليها، عاد حركات وجهها وهضرات بصوت غامض، قالت، هاكاك يلا سيري. دارت وشافت في البنت وغمزاتها بعينيها، مريم أجي عودي ليها هاد الزبل خلينا نترزقوا الله. يخ على بشار، جلسات نور مرة أخرى وقصحات قلبها كتر من الأول، وخا كل مرة عقلها كيسرح كترجع تنسى كل شي، وكتحاول تركز غير على هاد الليلة اللي عارفها غدا تغير حياتها من الأساس. عودات لها مريم الميكاب وخلات زينها يبان كتر، خصوصا عينيها اللي كانوا كيتيروا الانتباه بلونهم اللي مخلط بالأخضر والزرق، وهي في وسط وجهها بغات تقيس لها حجبانها وهي تحبسها نور، قالت، شنو كديري؟ لا لا حبسي خليهم ما تقربيش ليهم. شافت فيها مريم بحالا كتشوف شي كائن جاي يمكن من الفضاء، قالت، اوي لا صاحبتي غيجيوك واعرين، غير خليني نقادهم وتشوفي والله حتى تزعطي في راسك، خلي عينيك يبانو كتر، هاد اللوين اللي عطاك الله عرفتي كيف تجي تسطي الطايح اليوم كتر من نايض. وميلات شنايفها وكملات،
غيري لما بغيتيش الزين. خرجت نور فيها عينيها وهي تقول لا هي لا، خليهم عليك وكملي خدمتك الله يستر عليك. مريم عوجات فمها وقالت واخا اختي ها هي هاك فمي. كل مرة كانت كتقاد لها حاجة وما كانت ساعة حتى كانت واقفة قدام المراية كتحس براسها وحدة أخرى ماشي غير من المظهر حتى من الداخل. براءتها تبخرات وسط ديك الكسوة المعرية مفتوحة من جهة الصدر ومن تحت كتبين في خاضها كلهم. تعمدت أمينة تختاروا لها، جامت ناسق مع بشرتها الناصعة البياض. كانت نور واقفة في بلاصتها كتسنى غير أمينة تجي باش يخرجوا، كتشوف راسها وما كرهاتش ترجع في حالها لدارهم. هي ماشي ديال هاد الشي غير الظروف اللي حكمات عليها وقصات عليها، عيات ما تفكر في شي حل يخرجها من حالتها وما لقات والو. كل ليلة كانت كتبكي حتى نشفو دموعها وعرفات البكا ما غينفعها بحتى حاجة، خاصها تحزم وترزم وتقتل براءتها إلى بغات تعيش وسط الديار. أبقات كتلعب إيديها بقوة التوتر حتى عرقو، قلبها كيضرب بالجهد ورجليها كتحس بيهم ما بقاوش قادرين يهزوها، كيترعدوا بوحدهم، الدموع علاين غيطيحوا من عينيها، حابساهم غير بزز. كتفكر حالتها وهاد الفلوس اشحال هي محتاجة ليهم، وإلا دارت غير غلط واحد غادي يضيع كل شي من بين إيديها، ما بقى والو. وتهنى هي غير ليلة وغتفوت، غتغمض عينيها وغتعتبرها ما دازتش في حياتها. إلا ما دارتش هاد الشي غادا تبقى حياتها كاملة وضميرها كيأنبها. كان كيوصلها من بعيد صوت اللي جاي من المنصة اللي على برا، الأرقام اللي كتسمعهم كبار، ما متيقاش أن شي ناس كيخسروا هاد الفلوس كاملين على التفاهة، وأرواح الناس وحدريتهم عندهم غير لعبة صغيرة، والملايين عندهم شايطين. حسيت بإيد أمينة على ظهرها ودارت كتشوف فيها. قالت لها أمينة وجدة، وهي تقول نور. آه أمينة قربت منها وقالت ما تبقيش ترعدي. غمزاتها وكملت دابا تولفي. كانت كتحس براسها غدا تبكي في أي لحظة، ما قدرتش تهضر غير وجهها اللي تحرك بما معناه لا. أمينة تسمات بانتصار وقالت ما غنخليكش ترجعي اللور من بعد هادشي كامل، وشدتها من ايدها وقالت حتى انا محتاجه لدوك الفلوس كتار منك، غنديروا لباس بجوجنا. وبدون سابق انذار جراتها ومشات بها حتى قربوا عاد حبسات، ودارت عندها وحمرات فيها عينيها وقالت ما خسكيش تباني خايفه ولا راكي عارفه شنو ممكن يطرى. نور عضات على شنايفها وقالت ما بغيتش. امينه سعرات وقالت كيفاش ما بغيت؟ نور رجعت اللور بخطوة وقالت غير قلت ما غاديش نخاف. ومورا هادشي التزمات نور بسكات وراسها تحرك بالموافقة، قدت لها شعرها بالزربة وشافت فيها وفوجها برضا. بقيت كتشوف فيها شي شوية احتى غفلاتها أمينة ودفعاتها. وقفت نور مجمدة في بلاصتها، عينيها كيدوروا كل شي دار كيشوف جهتها. المزاد كان عامر غير بالرجال من مختلف الأعمار والجنسيات، بغت تلمح شي مرة ولكن والو. دورات وجهها وشافت في أمينة، لقاتها كتخرج عينيها فيها باش تحرك وما تبقاش مصدومة بحال ضربها حمر الليل. حسات بقلبها ضرها وشنايفها كيترعد وقلبها كيزدح. تشجعات أخيرا عادت حركات ناحية المنصة كتسترجع قاعدك شي اللي حفظاتها أمينة. طلعت في واحد الدريجات ووقفات جنب السيد اللي كيتكلم، ما قدراتش تشوف حتى في شي حد، بقات غير حانية عينيها وشعرها طايح على وجهها. طلعها السيد اللي قدامها من راسها حتى لرجليها، عاد دار كيشوف في الناس، كلامه كله كان باللغة الإنجليزية، ما قدراتش تفهم غير شي كلمات صغيرين. وسمعت من اللي قال 15,000 دولار، قدرت تفهم في هذيك اللحظة باللي افتتح المزاد
ب15 مليون سنتيم مغربية، كيف ما قالت لها أمينة. عذريتها غدا تباع، واللي دفع أكثر هو اللي غياخدها ويدوز معها الليلة. بزاف اللي هزوا اللافتات، وفي كل مرة كيزيد الثمن، كل ما كيزيد الثمن كتزيد تخلع. ما ظناتش راسها غدا تجيب هاد الفلوس كلها، عارفة راسها زوينة وكل شي فيها هو هذاك، ولكن ماشي لهاد الدرجة. حتى بداو كينسحبوا واحد بواحد، وهي ريقها كينشف وعينيها كيدوروا بين اللي بقاو. قلبها كان غادي يطيح من بلاصتو بقوة ما كيضرب بالجهد بسبب الخلعة. وبقاو في الأخير جوج الناس، واحد كان أسمر البشرة طويل ومقدر، واحد آخر كان راجل كبير في العمر. سدات عينيها وكانت كتدعي في نفسها باش ياخدها هداك السيد اللي شارف وباين فيه ماشي عربي، غير من شعره الابيض وعينيه الخضرين محلاتهم غير على المطرقة اللي الضربات كتوحي على أن القضية سالات وعذريتها تباعت بشكل رسمي. شافت غير الراجل الاسمر كيبتسم، تما فهمات باللي راها من نصيب. نزلت راسها للأرض عاد قدرات تحرك. من بعد ما خرجت عند أمينة وشافت فيها وعويناتها الزريرقين غارقين في الدموع ولو كيبانوا زوينين كتار، قادت ليها أمينة شعرها بفرحة وقالت ما تبكيش، ما خاصوش يشوفك كتبكي ولا غادي نصدقو خاسرين. قربت منها وقالت ورينا حنة يديك. نور حاولت تحبس دموعها وهي تقول أنا ماشي دهد الشي. ضحكت أمينة بسخرية وقالت كلنا قلنا هكاك، ما صعيب الحال غير في الأول. جراتها وقرباتها عندها وهدرات لها فودنها بتهديد، عندك يديري شي حاجة ماشي هي هاديك، راه نقتلك وتشي واحد ما يجيب خبارك. خرجت فيها عينيها وقالت ما تخليه يقرب لك حتى تاخدي الفلوس، صافي أنا خدمتي ثلاث هنا. نور شافت في ساكها الصغير وقالت لا ما غندير والو. شافت أمينة ورا نور والفرحة باينة في عينيها وهي تقول أمينة ها هو اللي شراك جا عندك، يلا سيري معه بلا ما نزيد نوصيك. حسات نور بصدرها غادي ينفجر عليها بقوة الضغط اللي كتحس به. تحركات مطأطأة الرأس وتبعات بلا ما تسول على شي حاجة. وصلوا لواحد الطوموبيل كحلة، حليها باب السيارة بلا ما يهدر معها وركبات. ما عرفتش شحال وهي جالسة تماك، ردات له البال كيهدر برا في التليفون وكيهز راسو بآه وكيمسح عنقه باين فيه متوتر. من بعد شي دقايق ركب جنبها والشريفور قلع، أبقات حاضية الطريق. واحتدك السيد اللي شراها ما حاولش يهدر معها ولا يجبد معها شي حوار. الخلعة ركباتها كتحس براسها كترعد بوحدها وعقلها كيزدح. شي نص ساعة وكانت الطوموبيل وقفات، قلبها تهز من بلاصتو بالخلعة وعرفات اللي خافت منه دابا غادي يوقع. شافت هداك اللي شراها خرج وهي بقات كتدور في راسها حتى شافت الباب ديالها تحل. ما بغاتش تقاوم كتر، ضربات كتر من نص ديال الطريق، ما غاداش تجي حتى لدابا وتراجع وإلا غادا تندم بزاف من بعد، خاصة فاش تفكرات السبب الرئيسي اللي جات عليه. خرجات وهي شادة بإيديها ساكها الصغير الأنيق وكتزير على المونطو اللي لابسه فوق من الكسوة كتغطي في خدها. وخا غير شوية وغادا تحيد كل شي والحشمة ما عندها باش تنفعها. تبعات خطوات الرجل الضخم حتى دخلوا لواحد الفيلا كبيرة، عينيها بقاو كيدور تالفة من هذا الثراء اللي عايشين فيه هاد الناس. باين هذا السمر عنده الفلوس غير لعب، غير الفيلا ديالو تحشم تسطم فيها بصباطها. طلعوا في الدروج بلا ما يدوي حتى وصل قدام واحد الغرفة حلها ليها. دخلات هي ودورات وجهها كتشوف فيه، كتسناه يهدر ولا ينقض عليها ولا يأمرها، ولكن سد عليها الباب وخرج. وخا هكاك كيحساب ليها خلاها باش توجد راسها وتحيد التوتر اللي سيطر عليها. شافت في البيت الواسع
البيت كله كحل، بقات شحال كتحقق في كل حاجة في البيت. عاد مشات جهة الشرجم كتطل تحت وعينيها مدمعين، ما قدرتش تزيد تحبس راسها حتى كانوا دموعها فلتو. بقات مدة كتحاول تحبس راسها حتى ولات مزيانة. عاد مشات جهة البلاكار، فتحات المونطو ديالها. البلاكار كانت فيه مرايا وقربات ليها كتشوف راسها بتمعن. دارت ايدها على شعرها كتبعدو على وجهها باش تشوف ملانيحها. ما كرهاتش تدفل على راسها على هاد الحالة اللي وصلت ليها، ولكن غير على ود مصلحتها. بردات بزز ودورات وجهها، ما بغاتش تزيد تشوف خليقتها اكثر. رجعت تحركات وشافت في الباب وحلات واحد الباب للبلاكار، كان حتى هو فيه المرايا، غير شافت فيها وجهها وبغات تهرسها. ولكن قبل ما تسدو لمحات شي حد وراها، شخص ضخم واقف بعيد كيشوف فيها بسخرية، وعلى نصه لاوي فوطة وكيقطر بالماء. كان معضل بزاف واش مفصدرو وكتافو شي كتبة. شهقات بصوت مرتفع بقوة الخلعة وتخشات في البلاكار كتر كتخبى فيه، وريحة منعشة واصلة حتى لعندها. شنو كيدير هذا هنا؟ وعلاش ماشي داك السمر اللي بقى معاها؟ ياك هو اللي شراها. الشاب اللي قدامها فشاف منظرها ضحك بصوت عالي وهو كيشوف وجهها. قرب شي شوية وتكلم بلونجلي. حسات براسها تزنكات بقوة الإحراج حيث ما عرفتش شنو قال. ما كتفهمش لونجلي غير شي كلمات من داكشي اللي قرات في الليسي. أهرب ليها الكلام، قدر هو من وجهها يفهم باللي ما فهماتش شنو قال. ملامح وجهه تبدلو، أعطاها بالظهر وسمعاتو كيهضر. قال بقيتي ليا غير انتي. نور شافت في الأرض وهي تقول واش مغربي وشكون انت؟ دار عندها وقال فين باغا تمشي؟ شفتك هاربة. راني شريتك وقيلة. لا، نور حنيكاتها تزنقو وعينيها خرجوا فيه. قالت انت اللي شريتيني. حضرات راسها وردات عليه انا ماشي ديال هاد الشي. سمعت غير ضحكته وهز ليها راسها بصبعه وهو كيضحك وقال كوني ديال هاد الشي ولا حاجة اخرى. وزير على فكها شي شوية وقال كان عرف راسي حط عليك فلوسي وشاريك. تنهيدها مسموعة خرجت منها، خلاته يسكت في الاول ورجع كمل هضرته وهو صوته ما زال فيه نبرة ديال الطنس. قال يعني انتي ديالي هاد النهار، غدا ديري داكشي اللي بغيت. طلق منها عاد قدرت تنفس ووجهها ضرها من شدة ديالي. شعرها طاح على وجهها اللي مغطي ملامحها كاملين. عضات على شنايفها وزيرات على ساكها اللي في ايديها وتفكرات هضرت أمينة. قوات راسها بالزز وهزات وجهها كتشوف فيه وقالت أعطيني الفلوس هما الأولين. اضحك وقال الفلوس؟ قال من نيتك؟ قالت آه الفلوس عاد تاخد شنو باغي. عض على فمي وحسات به بغى ياكل جنابه في هاد اللحظة حتى شافته جاي عندها. حسات بقلبها طاح بين رجليها. المنظر ديالو والشوفة اللي كيدير كتخلعها كتخليها تالفة. ما عطاهاش أهمية. وصل البلاكار وجبت شيك وستيلو، هز راسو شاف فيها وقال شحال؟ حسات بحال السهم داز ليها معدم. هانها بكل معنى الكلمة. حبسات دموحها بمشقة الأنفس وهدرات فوق طاقتها وقالت انت عارف؟ قال بصوت جليدي شحال؟ سدات عينيها وقالت ما عرفتش، ما فهمتش العدد اللي خديتيني به. قال 40 مليون. وضحك وقال بعتي راسك رخيصة، اغمزها وكمل، هاد شي مسوى عندك راسك. اضحك بسخرية مرة أخرى ورجع كيكتب
شافت في الباب والدموع في عينيها، تمنيت تخرج كتجري وتهرب من هنا. غير 5 دقائق مع هاد الكائن وكتحس باللي كرامتها فاتت التمرميد في الأرض، كرامتها ماتت. تنوض تقتل هاد الحقير اللي قدامها قبل ما يمد عليها إيده ويوسخها وتكره راسها كتر ما هي كرهه. ولكن ظروفها القاسحة ما يسمحوش ليها. ناض وعطاها الشاك وشداته من إيده وهي تقول له شنو هذا؟ ما غتعطيهمش ليا كاش؟ توسعوا عينيه وحبس الضحكة بالسز وقال بلاتي بلاتي، عندي بنكة هنا في الفيلا، هانا غادي نعطيهم ليك. حسيت راسها بخوف وقالت وإلا كنتي غير كتكذب؟ شاف فيها بصعر وهو يقول جاية تخدمي ولا تفرعي لي راسي بالهضرة؟ كمشات شك بين إيديها بخوف ودارته في ساكها بلا ما تزيد معاه شي كلمة. عينيه ولاو حمرين خلعوها. غير حلات ساكها وشافت الدواء اللي جابته معها، يقدر ينفعها غير خاصها ما تبينش ليه. هزات فيه راسها وابتسمت فوق خاطرها قالت تشرب شي حاجة؟ شافت في البيت حابسة دموعها وقالت ولا بلاش. هز راسه بقاه وهو كي ياكلها بعينيه من راسها لرجليها. شافت ميني بار عنده تماك، مشات وحاولت تعطيه بالظهر ما أمكن باش ما يقشعهاش شنو كدير. كان ملاهي مع تليفون، ظناته كيهضر مع شي حد. جبدات الكينة دغيا ودارتها في كاسو وهزات قرعة من اللي كاينين وكباتها ليه وكتدعي مع زهرها يوقف معها. غير دابا شدات الكاس في ايديها كترعد، قدر هو يشوف حركاتها، قرب ليها وشدو من عندها وضحك معها وهو يقول وانتي؟ نور تبسمات وقالت مالي انا؟ قال ما غتشربيش؟ شافت في الشراب وعاود شافت فيه وقالت لا ما كنشربش. قال بسخرية اه انتي ماشي ديال هاد الشي. مد ليها الكاس وقال غادا تشربي هاد المرة. حركت راسها بالله وقالت حرام. جمع فموه وكيحاول يخبي ضحكته وقال على اساس هادشي اللي غادا تديريه حلال؟ كتمثلي عليا الشرف والعفة دابا. تمنات الارض تنشق وتبلعها قبل ما تقول هاد الهضرة. حسات بألوان الطيف دازوا فيها كاملين، سكتات مقهورة وهي كتهضر مع راسها في نفسها غير اليوم نور، غير اليوم وكل شي غيسالي. غتشربي وتعاودي ترديه. ضحكات ضحكة صغيرة وهزات راسها بموافقة. نزل هو الكاس ديالو وكب ليها، خداته من عنده وإيديها كيترعدو ما عرفتش شنو دير. كتسناه غير يشرب، كان كيشوف فيها كيتمعن في ملامح وجهها. ما يقدرش ينكر باللي هي زوينة، زوينة لدرجة حساب ليه ماشي مغربية. عينيها زويني، كل شي فيها زوين. من أول ما شافها في المزاد أعطى إشارة لدراعه اليمنى باش ياخدها مهما كلفو الثمن، حتى الفلوس اللي أعطى فيها مهموهش. المهم عنده دابا غيكون أول واحد داقها. باينة فيها معارفة والو، مازال بنت وغدا تبيع عذريتها. شرفها غيكون من نصيبه، هو يقدر يكون أول واحد يقيسها، أول واحد يشم ريحتها، أول واحد غيشوف لحمها. مجرد هاد الأفكار خلاوه يحس بالانتصار وهو كيشوف فيها. ما نادمش في هاد الساعة على الفلوس باش شراها. شاف فيها واحد لحظة بتلاعب وشاف في الكاس ونسلو وخدا يديه حيد ليها الكاس حتى هي قبل ما تشرب. غير قرب ليها أكتر قلبها بدا كيضرب ويضرب. غادي يسكت ما فيهاش، مد إيديه وبعد شعرها على وجهها باش يشوف وجهها مزيان. غمزها وقال ما تخافيش إلا درتي عقلك، كل شي غادي يدوز معايا بخير. اسكت ورجع كمل وصوته تبدل
وإلا قصحتي راسك وحاولتي ديري شي حاجة فراكي طحتي في الشخص الغلط. قد ما نقدر نكون مزيان كنكون خايب. قلبي كحل وإلا درتك في عقلي قلبي كحل وإلا درتك في عقلي غادي ندمك على النهار اللي تزاديتي فيه. أهدر تحت سنانه وكمل، انتي باغية فلوسي وأنا باغيك انتي. إديها بدات كترعد بدون شعور وزادت إصرار باش يشرب داك الكاس باش يدوخ وتهرب خلعها بزاف، غير بعد عليها وسدات عويناتها بالخلعة. رجع هز الكيسان ومد ليها كاسها، وقبل ما يشرب هز الكاس وقال بصوت غامض وهو كيضحك: تقاي شري. شربت من الكاس، الشراب حرقها في حلقها وخلاها تبدا تكح. سدات عينيها ورجعات شرباته كله، ما بغات حتى شي مشكله في هاد اللحظه قبل ما يشرب هو، غير حتى يبلع هاد السم وتمشي هي ترد كاع هادشي اللي شربت. قلبها ارتاح فشافته شرب حتى هو. بقات واقفه وبجوج كيتبادلوا نظرات وهو كيضحك معاها، ولكن ما هي الا لحظات حتى الدنيا ولات كتبان ليها ضباب قبل ما تتحرك. الدنيا بدات كتظلم في عينيها وحسات براسها جات مايله وغاده طايحه، غير ايديه اللي تعرضات ليها وصوته كتسمعو بحال لا في شي بير. قال: قلت ليك ما تلعبيش معايا وما سمعتيش. نعرفكم على البطلة نور الراضي، بنت مازال يالله قالت بسم الله في الحياة، بنت زوينة عندها 20 عام، لقات راسها بين صباح وعشية يتيمة من بعد ما كانت يتيمة الأم وهي في سن 15. لقات راسها هي اللي كتربي ختها، وبصيغة أخرى ولات هي الأم الثانية ديال ختها الصغيرة اللي خلاتها أمها عندها عام. أباهم كان ليهم هو الظهر وهو كل شيء، ولكن عمرها ما ضربت حساب للنهار اللي مول أمانة غيدي أمانته. من بعد ما شدات الباك كانت دخلات الكلية، مستواها التعليمي كان متوسط، ولكن مع الموت ديال باها المفاجئ ها هي دابا خرجات من القراية باش تلقى ما تاكل هي وختها. وعاد حالة ختها وصحتها اللي نهار على نهار كترجع اللوم، ما بغاتهاش حتى هي تموت وتخليها. وقبل أيام كانت واقفة قدام الطبيب وهو كيقول ليها باللي ختها الصغيرة آية مريضة بالقلب وخاصها عملية في أقرب وقت ممكن، والعملية دايرة أكثر من 12 مليون. الدنيا كحالت في عينيها، كيفاش تقدر تعتق ختها وما عندهاش حتى عشا ليلة، والبيت اللي عايشين فيه غير الناس اللي كيخلصوا ليهم الكرة. وبدات كتبوس فيها حتى قاطعهم صوت الطبيب. قال: آية كي بقيتي؟ وقالت: لا بس بغيت نمشي في حالي. نور وقفات ومشات حدا الطبيب وهي تقول: تقدر تخرج ياك؟ الطبيب قال: اه تقدر، حالتها مستقرة دابا، ولكن شاف فيها وهز راسه بلا ما يكمل كلامه وهي فهمات قصده. خرجت نور هي وآية من بعد ما خلصات ومشاو للدار. النهار كامل وهي كتخمم اشنو غدا تدير في هاد المشكل اللي نزل عليها. ما كتعرفش حد من عائلتها غير نعسات ختها، وخرجت على برا قدام باب الدار كتشم شويه دالهوا. حتى وقفات عليها واحد بنت دربهم ما عمرها هدرات معاها، ولكن كتعرفها في وجهها وعارفه سميتها. وقفات حداها وجبدات قارو، قالت: زين مالكي؟ كحزات نور شوية وضحكات معها وهدرت وهي حشمانة وفي نفس الوقت خايفة منها. قالت: والو. وهي تقول: صفا لقيتي خدمة؟ شافت فيها نور بصدمة وقالت: باش عرفتيني كنقلب على خدمة؟ قالت صفا: الهدرة كتدور. وسكتات وهي تقول: كاين واحد البلان. اشنو بالك؟ شعلات صفاء القارو ديالها وقالت: وفيه الفلوس. نور بفرحة قالت: اللي كان أختي غير عتقيني، راني محتاجة الفلوس الله يستر عليك. صفاء كتدور عينيها وهي تقول: ما عرفت كيفاش نقول لك، المهم ياكي باقية بنت.
نور حمارت وهي تقول اش كتقول انت؟ صفاء حبسات عليها الطريق وقالت سمعي، كون كنت في بلاستك نقول ايه بلا ما نفكر، الحل هو بيعي راسك. نور شافت فيها بعدم فهم وقالت كيف الزعمة؟ وهي تقول صفاء راكي فهمتي. وبقات شحال نور عاد فهمات وخنزرات فيها وبعدات وقالت شنو كيحساب ليك انا واخا نموت؟ وقبل ما تكمل هدرتها حبساتها صفاء وقالت ما تقوليش هدرة كبيرة عليك، فكري مزيان وإلى ما سلككش البلان دبري راسك. مشات صفاء وخلات نور كتبخ الدم، وخا يوقع اللي يوقع ما غداش تبيع راسها، وخا تموت ما توليش عاهرة وتوسخ راسها. ودازوا الأيام ولقات نور راسها قدام سبيطار مرة أخرى، ختها جاتها كريز أخرى، والطبيب خبرها باللي الوضع ديالها غادي وكيتأزم وخاصهم يزربوا في العملية. الأيام اللي دازوا كاملة وهي كتفكر في عرض صفاء، شحال قلبات على خدمة وقلبات على شكون يسلفها، ولكن كاع البيبان تسدوا عليها وطريق وحدة اللي بقات كتبان ليها. ما عرفاتش راسها كيفاش وصلت عند صفاء وهي كتقبل عرضها، خلات ختها عند جارتها ومشات عندها. صفاء شافت في نور وقالت هاد المرة اللي جبتك عندها راه غتدبر ليك غير على الرجال النقيين واللي غيحطوا عليك الفلوس الصحاح. وجبدات قارو من جيبها وقالت مازال بنت وعاد زوينة وغتشدي الصرف مزيان. نور عضات على شنايفها وقالت انا خايفة. صفاء شعلات القارو بدات كتكني وقالت شفتي كون كنت زوينة بحالك وباقي ما داز عليا حتى واحد ما غنبقاش نفكر جوج مرات ولا نخاف. نور حبسات دموعها غير حيت هي محتاجة الفلوس، وهي تقول لها صفاء غير زعمي وهاد المرأة ثقة على حسابي. وقالت وانتي اش من مصلحة عندك في هاد الشي؟ عطى الله البنات زوينات. صفاء ضحكات وحركات صبعانها بمعنى الفلوس وجراتها للشارع وقالت ولكن ماشي كل شي باغي وماشي كل شي محتاج الفلوس بحالك، وحتى دابا إلا ما بغيتيش تقدري ترجعي أختي غير ما تبقايش تبكي عليا وتفرعي عليا راسي. نور هزات راسها بالنفي وقالت غير سيري على الله. ضحكات صفاء بانتصار ووقفات واحد التاكسي وركبوا فيه ونيشان عطاته العنوان. حسات نور بقلبها طاح درج ليها، مجرد الفكرة كتخليها تخلع كتر وكتر. وصلتها صفاء عند أمينة، كانت فيلا خارج المدينة. في الأول خافت عندك يدبحوها وما يجيب حد خبارها واللي يتعدوا عليها ويصدقوا كيلعبوا عليها من الأول، ولكن غير شافت الثراء اللي عايشة فيه أمينة شكوكها طار. خرجت صفاء وخلاتهم بجوج، باينة ملفة تجيب ليها البنات العضراوات وكتبيعهم والربح كيكون للطرفين بجوج. كانت أمينة كتهضر في التليفون وعاطية نور بالظهر، غير سالات ودارت وشافت في نور قيماتها بعينيها ما قدرتش تخبي إعجابها. تحركات جهتها وخطواتها كانوا متناسقين ومتناغمين، كانت كتدور على نور وكتشوفها مزيان، صيد تامين بالنسبة لها. وضربتها غدا تكون صحيحة هاد المرة، ما تقدرش تفرط فيها. أمينة ضيقت عينيها وقالت اشنو اللي خلاك تبغي تجي هنا؟ قالت نور محتاجة الفلوس. وهي تقول أمينة شحال؟ احنات راسها وقالت بزاف. أمينة بدأت كتفقد صبرها وقالت يا ربي صبرني، اشحال بزاف؟ اشحال محتاجة باش نعرف شنو نديرو بيك؟ واش نافعة ليا ولا لا؟ وهي تقول نور اختي مريضة وخاصني ندير لها عملية، محتاجة اكثر من 12 مليون. قالت عارفة بزاف ولكن ما عندي منين نجيبهم ولا شكون يسلفهم ليا. حلات أمينة عينيها بصدمة من الرقم اللي قالت ليها نور،
وهي تقول بزاف بزاف، ما كاين شكون يعطي هاد الفلوس كلهم على ليلة واحدة. قلبات عينيها وتمشات برشاقة وقالت واخا ندبر لك ليلة نشوف اللي يعطي فيك 10,000 درهم. نور عينيها عمرو بالدموع وقالت ما كاينش حل، اختي غدا تموت الى ما دارتش العمليه، وبدات كتبكي. غوبشات امينه ومشات جلسات على المكتب ديالها باينه فيها كتفكر. بقات ساكته عاد هضرات وقالت حيدي حوايجك. الصدمه بانت بشكل واضح على وجه نور، ومن وجهها فهمت امينه انها ما غداش تحيدهم. ناضت امينه من بلاصتها عند نور وقالت زين سمعيني مزيان، ملي قررتي تدخلي من داك الباب اذا غدا تكوني نسيتي شي حاجه سميتها الحشمه والعفه، حيت هنا جيتي تبيعي لحمك، ما كيهمنيش السبب، كيهمني غير انتي سلعه قدامي وخاصني نبيعك. هزات ليها وجهها بايديها وقالت واي تاجر كيبغي يشوف سلعته واش مليحه ولا لا، وهاد الفلوس اللي محتاجاهم ماشي قلالين. كتمات نور بكيتها بالزز وهزات راسها بآه. قالت أمينة غد دولي دابا حوايجك باش نعرفك واش تستاهلي هذاك الشي اللي في بالي ولا لا. طاعتها نور وقالت واخا، غمضات عينيها وبدات كتحيد حوايجها. شافت أمينة في جسدها بإعجاب وانبهار وهي تقول عندك فورمة واعرة، داك الشي اللي كيعجب الرجال. سكتت شوية وما زالك تشوف فيها بتشكيك وقالت باقة بنت ياك؟ نور ما زال مغمضة عينيها وحركات راسها بآه وهي تقول لها أمينة تقدري تلبسي حوايجك، ما عرفاتش كيفاش لبستهم بسرعة فائقة. أمينة قالت كاين حل، غادي نبيعوا العذرية ديالك في المزاد العالمي، إلا وقف معاك الزهر غتشدي داكشي اللي باغية وكتر. نور حلات فمها وقالت كيفاش مزاد علني؟ وهي تقول أمينة انتي زوينة وفرمتك زوينة، وهاد المزاد ما غيكونش فيه المغاربة، الحاجة ما حد كيكبر لها الشان كيكثر عليها الإقبال، غادي نفتحوا المزاد ب15 مليون. انتي غدا تاخدي داكشي اللي غتحتاجي للعملية دختك واللي بقى ديالي، متافقين؟ عضات على شنايفها وهزات لها راسها بالموافقة. أمينة عيطات بالجهد على صفاء ودخلت صفاء ووقفات حضنهم وهي تقول أمينة كيف ما مولفة ديما. صفاء جرات نور وقالت صافي غدا تكون نادية. نور ما فهمات والو، قبل ما يخرجوا مع الباب لحقات عليهم أمينة وشدات نور من كتافها وقالت صفاء غدا تعلمك باللي باقي، وهاد الشي ما نبغيه يوصل لحد. نور هزات راسها بآه وهي تقول صفاء كوني هانية غنفهمها كل شي. غير خرجوا مع الباب ونطرات نور إيدها من إيدين صفاء ودارتهم في جيابها. قالت أشنو غدا تشرحي ليا؟ وشنو اللي غيكون واجد؟ وهي تقول صفاء هاد الشي اللي وقع هنا ما خاصو يوصل لحد، الهضرة كدور أو لا أمينة غتغبر لنا الآثار، لا أنا ولا أنتي، وزيدي أنا غدا نقول لك اللي بقى. صفاء بقات كتشرح ليها على كيفاش تهتم براسها وفين غيتلاقى. حتى فاتت سيمانة عاد علمتها باللي المزاد العلني قرب يدار ولقاو شكون يشري عذريتها. وفي ديك اللحظة نور كانت خدات القرار اللي غادي يقلب حياتها رأسا على عقب. النعسة كانت مريحة بحال طاحت في غيبوبة وسنين ما نعسات. بدا الوعي كيرجع ليها وعقلها عاد بدا كيستوعب اشنو وقع شوية بشوية. شنايفها كانوا مجمدين وإيديها حتى هما. ضربة خفيفة على وجهها وتفيق راسها بالزز، غير حلات عينيها جاو في السقف اللي غريب عليها، هادي ماشي بلاصتها وهذا ماشي فراشها، ولكن بلاتي بلاتي اشنو كدير هنا؟ وعلاش هي بهذا اللباس وماشي مع اختها آية وفي بيتهم؟ حتى الريحه مبدله.
تمنيت يكون هادشي غير حلم ودابا غادا تفيق منه وترجعت عن نقختها، ولكن للأسف ماشي هذاك الشي كله اللي بغيناه هو اللي كيكون. السؤال اللي حيرها كيفاش حتى طاحت وسخفات وهي عطاته بإيدها الشراب وكان فيه المخدر. كانت متأكدة غادي يسخف وتهرب في حالها. نور حلات عينيها بالزز وشدات راسها بالحريق وقالت فين أنا؟ غير بان ليها وجهه اللي كان قريب منها وتخلعات وسيفتها تبدلات من ملامحه اللي مزنقين وعينيه شاعلين كيف العافية، باينة غيدوزها من عين ليبرا. تكمشات في الناموسية